بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. في الملعب اطمن، هتلاقي في ظهرك عبد الحليم عبو، مصدر الامان وحائط الصد وافضل حائط صد في البطوله. عبد الحليم عبو، عبو اللي الجماهير بتناديه دايما بتقول لك اهو اهو عبد الحليم عبو اهو، واحد من اساطير النادي الاهلي، واحد من افضل اللاعبين. تتكلم كلام كتير جدا وتقول على عبد الحليم عبو الطيبه والقلب وحاجات كتير جدا. عبو مليون مبروك يا عبو، مليون مبروك عليك، حب الجمهور لان ما بيجيش من فراغ عبو. طبعا الحمد لله، اولا الف مبروك على البطوله الافريقيه، ثانيا الف مبروك للناس دي، والله الجمهور ده كله هو مصدر السعاده، هو مصدر السعاده في النادي الاهلي. طبعا ببارك لمجلس الاداره وجمهور واعضاء مجلس الاداره، طبعا احساس الفرحه كويس قوي، طبعا احنا متعودين على كده. طبعا ده اكبر رد جميل للسنتين اللي فاتوا، بنصالح بهم الجمهور وبنصالح بهم مجلس الاداره، وطبعا ده حاجه كويسه لما يكون الجمهور موجود وراك وبيشجعك. وطبعا انا مبسوط ان انا موجود في النادي الاهلي، وحاجه مشرفه جدا، وهفضل طول عمري مبسوط ان انا بلعب في النادي الاهلي. وطبعا احساس الجمهور واحساس الفرحه حاجه كويسه، الحمد لله مبروك. عبو انا عايز اسالك، ايه اللي بينك وبين الجمهور؟ في قصه حب غريبه بينك وبين جمهور النادي الاهلي عبو؟ بصراحه يعني الجمهور ده حاجه ما حدش يتخيلها بصراحه غير اللي بيلعب في النادي الاهلي. جمهور لو خسرت بيساندك، طول عمرهم بيشجعوك وطول عمرهم انا بحب جمهور النادي الاهلي جدا، ما فيش بيني وبينهم اي حاجه غير كل حب. هما بيحبوني مش يعني حاجه فوق راس، والله هما حبايبي كلك والله، والحمد لله ان هما كانوا موجودين النهارده. كنا نتمنى تكون ماتشات كتيره هما موجودين معانا ان شاء الله. هما الفرحه الرئيسيه، هما الفرحه الاساسيه بتاعتنا. وجودهم في الملعب بيخلوك مطمن، وجودهم في الملعب بيخلوك بيدوك دافع كويس. طبعا الحمد لله. انا عايز اقطعك لان في جمهور بيشاور لك، الناس بتحب. بص يا عبو، ما انا بقول لك في حاجه بينك وبين الجمهور، بيقول لك الاهلي رقم واحد ده بني عبو. طبعا هم جمهور النادي الاهلي على دماغ، والله ناس محترمه جدا وحبايبي كلك، وطبعا حاجه كويسه جدا. طبعا برضك الناس جولهم الكفر اللي بالبلد بتاعتنا، وطبعا الدكتور مرسي حبيبي زميلي وزميل دراسه، دكتور مرسي حبيبي الحمد لله. يعني عايز تقول له ايه؟ كابتن عبد الحليم ابن خالي، انا جاي من كفر الذات مخصوص عشان اشجع النادي الاهلي اولا، والكابتن عبد الحليم، كابتن عبد الحليم افضل سنتر بلوك في افريقيا، كفر المحروق، كفر الذات كلها، كفر انا بشجع عشان الكابتن عبد الحليم، كفر الذات كلها بتقول له الف مبروك يا كابتن، الف مبروك النادي الاهلي، الف مبروك للجمهور المصري كله، بيشكر النادي الاهلي النهارده ببطوله افريقيا للكره الطائره، لا للتعصب، نعم للنادي الاهلي. نشكرك ومليون مبروك يا الف شكر. الف شكر حبيبي. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقائنا مع عبد الحليم عبو الطيبه واللعيبه اللي تدي لك الثقه في ارض الملعب. مليون مبروك لكل جمهورنا العظيم. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.